أحبتي في الله، يقول النبي صلى الله عليه وآله وسلم: ثلاث لا يدخلن الجنة، أو لا يدخل، ثلاث لا يدخلون الجنة: مدمن خمر، مدمن خمر، مدمن خمر، وقاطع رحم، ومصدق بالسحر. رواه أحمد وابن حبان والحاكم. إياكم ثم إياكم والتعامل بالحرام، فإنه سوء في الدنيا والآخرة، إنه عذاب، إنك تطعم أهلك عذابا وتطعمهم نارا في بطونهم. إياكم إياكم والتعامل بالحرام، فإنه والله مقت في الدنيا والآخرة. يسألك الله عز وجل يوم القيامة عن مالك، من أين اكتسبت، من أين اكتسبته، وفيما أنفقته، إن كان من حلال فحساب، وإن كان من حرام فعذاب وعقاب بين يدي الله. أحبتي في الله، عليكم بالإحسان إلى الضعفاء والمساكين، فإن النبي صلى الله عليه وسلم كان يقول: أبغوني الضعفاء فإنما ترزقون وتنصرون بضعفائكم. مروا بالمعروف فإنه أساس الدين، وانهوا عن المنكر فإنه سياج الإسلام وحارس الملة والعقيدة. عليكم بالصدق وصدق الحديث والوفاء بالعهود وإنفاذ العقود، فإن ذلك من عرى الإيمان الذي أمر الله عز وجل به القرآن: واعبدوا الله ولا تشركوا به شيئا، حققوا التوحيد فإنه حق الله على العبيد. الله أكبر، الله أكبر، الله أكبر، الله أكبر، ولله الحمد، لا إله إلا الله، والله أكبر، الله أكبر، الله أكبر. إياكم أيها المسلمون والربا، إياكم والتعامل بالربا، فإنه والله يمحق البركة من المال ويدخل صاحبه النار. قال الله عز وجل: يمحق الله الربا ويربي الصدقات. وقال الله عز وجل: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وذروا ما بقي من الربا إن كنتم مؤمنين. والنبي صلى الله عليه وسلم قد قال وشدد في حديث: لو تدبرته القلوب ووعته العقول لترك كل إنسان كل شبهة تحوم حول الربا. يقول النبي صلى الله عليه وسلم: الربا نيف وسبعون بابا، أهونهن بابا أن يزني أحدكم بأمه، وفي رواية: أن ينكح أحدكم أمه. هذا والله أهون الأبواب، فما بالكم يا عباد الله بأشد وأعلى الأبواب. إنه مقت، مقت للبركة، ومقت للرزق، ومقت للمال، وعذاب بين يدي الله عز وجل. إياكم أيها المسلمون، أيها الشباب، والمخدرات والمسكرات، إياكم والتدخين، فإنه قد حرم باليقين. إياكم وشرب الخمور، ووبالها، فإنها وبال وندامة وخبال وغضب لذي العزة والجلال. فعن ابن عباس رضي الله عنه قال: قال النبي صلى الله عليه وسلم: من شرب مسكرا بخست صلاته، أو بخست صلاته 40 صباحا، فإن تاب تاب الله عليه، فإن عاد الرابعة كان حقا على الله أن يسقيه من طينة الخبال. قيل: وما طينة الخبال يا رسول الله؟ قال: صديد أهل النار، صديد أهل النار. أعاذني الله وإياكم من ذلك. إياكم وشهادة الزور والغيبة والنميمة، إياكم والغيبة والنميمة وقذف المحصنات، فإن ذلك قد حرمه الله في الكتاب. إياكم والكبر والتعالي على الناس والخيلاء، فكلنا من آدم وآدم من تراب. إياكم وإسبال الثياب، فإن ذلك والله محرم بالسنة الصحيحة. قال النبي صلى الله عليه وسلم: من جر ثوبه جره خيلاء لم ينظر الله عز وجل إليه يوم القيامة. متفق عليه. أيها المسلمون، احذروا الخصومات، احذروا الخصومات بينكم، فإن اليوم يوم عيد. من كان بينه وبين أخ له خصومة، وإن كان قد بغى عليه أخاه، فليذهب إليه وليسأله أن يدعو الله عز وجل له. استغفروا لإخوانكم واطلبوا منهم المغفرة، فإن الله عز وجل لا ينظر ولا يغفر إلى متخاصمين أبدا. يا معشر النساء، اتقين الله عز وجل، اتقين الله عز وجل، وإياكم ثم إياكم ثم إياكم أن تعقوا أزواجكم، إياكم ثم إياكم أن تعقوهم في أمر بمعروف، ولا تطيعوهم في أمر بمنكر، فلا طاعة لمخلوق في معصية الخالق. أطعنهن ما أطعنا الله ورسوله،
فإن عصينا أزواجكن الله ورسوله فلا طاعة لكم عليهم. أيها الأخوات، أطعنا أزواجكم وإياكم، ثم إياكم وكفران العشير. فإن النبي صلى الله عليه وآله وسلم قد بشر إحداكن إذا صلت المرأة خمسها وصامت شهرها وحجت بيت ربها وحافظت فرجها وأطاعت زوجها، قيل لها يوم القيامة: ادخلي الجنة من أي أبوابها شئت. رواه أحمد والطبراني وابن حبان في صحيحه. وفي حديث قال: شهدت أنس قال: شهدت مع النبي صلى الله عليه وآله وسلم العيد، فنزل النبي صلى الله عليه وآله وسلم كأني أنظر إليه حين يجلس الرجال بين يديه، ثم أقبل إلى النساء، ثم أتى ومعه بلال، فقال: أيها النساء، يا أيها، فقال، قرأ قول الله: يا أيها النبي، يا أيها النبي، إذا جاءك المؤمنات يبايعنك على ألا يشركن بالله شيئا، ثم تلا الآية حتى فرغ، ثم قال: أنتن على ذلك؟ فقالت امرأة: نعم يا رسول الله. فقال النبي صلى الله عليه وآله وسلم: فكن كذلك. فوعظهن وذكرهن وأمرهن بالصدقة، قال: تصدقن فإني رأيتكن أكثر أهل النار. قيل: وما ذاك يا رسول الله؟ قال: تكفرن العشير. قال: نكفر بالله عز وجل؟ قال: لا، أما إحداكن فإنها إن أحسن إليها زوجها دهرا، فإن لم يحسن إليها يوما، كما قال النبي صلى الله عليه وآله وسلم، تقول: والله ما رأيت منك خيرا قط. وذاك هو كفران العشير. أيها الشباب، عليكم بالتمسك بالكتاب والسنة الصحيحة عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم. أيها الشباب، إنكم ذخر هذه الأمة، فلا تضيعوا الدين، لا تضيعوا هذا الدين، فإنه أمانة في أعناقكم. احفظوا القرآن والتزموا بسنة النبي العدنان صلى الله عليه وآله وسلم. جدوا واجتهدوا في العبادة، ولا تقلدوا كل كافر ومشرك، فيحفكم من الله عذاب عظيم. لا تقلدوا المشركين، فإن الله عز وجل قد نهاكم عن ذلك. لا تقلدوهم وأنتم عمي الأبصار، كأنكم رعاع من الغنم يتبع خلف الراعي أينما سار. أيها المسلمون عباد الله، ليس العيد لمن لبس الجديد، ولكن العيد لمن خاف يوم الوعيد ولقاء الملك الحميد. ليس السعيد من شهد العيد، ولا من أتته الدنيا على ما يتمنى ويريد، لكن السعيد حقا هو من استعد للقاء الله ويوم الرحيل، واتقى العذاب الأليم، وفاز بجنات النعيم، فأطاع العزيز العليم. الله أكبر، الله أكبر، الله أكبر، لا إله إلا الله، والله أكبر، الله أكبر، ولله الحمد.